فضيلة الشيخ وفقكم الله، من دعا إلى عبادة قبور الصالحين واحتال على الناس لكسب الأرزاق وهو يعلم أن هذا شرك، ولكنه ولا يعتقد أن أصحاب القبور ينفعون أو يضرون لكن لمجرد الكسب، هذا آثر الدنيا على الآخرة والعياذ بالله، آثر الدنيا على الآخرة. الرزق بيد الله ما هو عند القبور، إذا كان صادقا في أعماله يطلب الرزق من الله لا بسدانة القبور وحمايتها. نعم، لأن هذا من إعانتهم على الباطل وتغرير الناس بهذه القبور، هذه دعوة مبطنة إلى عبادة القبور، نسأل الله العافية. نعم.